مساء الخير. اليوم يوم مختلف وصعب علي وعلى فريق العمل لأنها حلقتنا الأخيرة، وفي آخر فصل من فصول الراي حاولنا من خلاله أن نتكلم بلسانكم ونطرح تساؤلاتكم. طوال السبع شهور سعينا أن نتساءل عن هواجسكم وقصص نجاحكم والامتحانات اللي عشتوها في الحياة، لأنها أولوية عندنا، لأنكم الملهم الأول والأمل لنا. نتمنى أن نكون قدمنا لكم ساعات مفيدة ومتنوعة وأن جاوبنا على تساؤلاتكم. طوال هذه الفترة حاولنا نكون قريبين منكم، حاولنا نكون مع الحدث أول بأول. إحنا أخلصنا النية، حاولنا أن نقدم كل اللي نقدر عليه علشان البلد وعيال البلد، وأن نقدم رسالة سامية تليق بإعلامنا الوطني. صحيح أن إحنا في وضع استثنائي، لكن هذا الشيء ما خلانا نتقاعس أو نحيد عن رسالتنا، لأن إحنا فريق دائماً نؤمن بالخير. في هذه الحلقة ما راح نقدم رسائل كثر ما هي وصايا، وإحنا نوصي نفسنا مثل ثم نوصيكم. في ظل هذه الظروف مهم أن صبرنا مشاهدينا ما يقل. إحنا مؤمنين، والصبر يدخل في صلب إيماننا وهو من صفات الأنبياء. دائماً إحنا تعودنا أن شهر الخير يجيب معاه الخير، مؤمنين أن الخير جاي مهما طال الوقت بإذن الله. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اسمحوا لي أن أهني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. مبارك لكم بهذا الشهر الفضيل وإلى سائر الدول العربية والإسلامية. مشاهدينا، رسالتي هذه لكل متابعينا من البحرين والدول العربية. هذه فرصتنا كلنا أن في هذا الشهر نتقرب من الله سبحانه وتعالى، ونلح في الدعاء، ونتضرع، ونلتزم بكل التوجيهات والإجراءات المطلوب منا ونلتزم فيها. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وبيده سبحانه أن يرفع هذا البلاء، وما من ملجأ من إلا إليه. خلنا نتأقلم مع كل تغيير. مشاهدينا، على الرغم من هالظروف الاستثنائية وفي ظل انتشار فيروس كورونا، في جهات وفي رجال حرصوا على أنكم ما تفقدون أمور كثيرة تعودتوا عليها في هذا الشهر الفضيل. أولها أمر سيدي جلالة الملك بفتح جامع الفاتح لصلاة التراويح والقيام، مع الالتزام بالاحترازات عشان ما نفقد هذه الأجواء الروحانية أو هذه الشعائر اللي يترقبها المسلمين كل عام. وأيضا حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد اللي وجه واهتم ببرنامج السارية، برنامج المسابقات الرئيسي في تلفزيون البحرين، ووزارة شؤون الإعلام حاولت جاهدة أنها تقدم لنا باقة متنوعة من البرامج لأنها تعرف مدى ارتباطكم ببرامج رمضان وأجواءها. بالرغم هذه الظروف الاستثنائية، في كثير من الجهات تحاول توفر لنا كل شيء. نتمنى فعلا أن شهر رمضان هذا العام يكون مختلف بالعبادة ومختلف بالدعاء ورفع البلاء بإذن الله. حياكم الله في الرأي. شهر رمضان ما يحلى بدون المسابقات الرمضانية اللي عودنا عليها دائما تلفزيون البحرين. هالسنة راح يكون بحلة جديدة ومتميزة، وتصوير بموقع خارجي وبدعم كبير من سمو الشيخ ناصر بن حمد ولجنة رياضات الموروث الشعبي وشركة بتلكو. الحين بنتكلم عن برنامج السارية. خلونا نشوف الإعلان الخاص بالبرنامج ونرجع نكمل معكم. Thank you.
السارية يأتيكم في الأوقات التالية. برنامج المسابقات الرمضاني السارية اللي راح يعرض ابتداء من أول أيام شهر رمضان المبارك يحمل محتوى جديد ومتميز بمشاركة الإعلامية نيلة جناحي والفنان حسن محمد والفنانة القديرة سلوى خيت. والحين مشاهدينا معانا اتصال مع الفنان حسن محمد. أهلا وسهلا فيك الزميل حسن. مساء الخير هيا، يعطيك العافية. مساء الخير على الجميع الموجودين معاك في الكنترول روم وأكيد المشاهدين. وفي البداية أقول مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. طب صحة وسلامة، يتبارك علينا وعليك أخوي حسن. يعني يمكن فكرة برنامج السارية هي فكرة جديدة ومتميزة، وحقيقة يعني إحنا يمكن وجود هذه خلينا نقول البرنامج، برنامج المسابقات، يمكن خلانا إن يعني نعيش أجواء رمضان اللي يعني تعودنا عليها. لو نتكلم عن فكرة برنامج السارية. أكيد طبعا. طبعا هي بس في البداية أحب أوجه فكري للداعم الأول لهذا البرنامج مو الشيخ ناصر بن حمد، وأكيد للجنة الرياضات الموروث الشعبي، وأيضا شركة بتلكو على الدعم الكبير لهذا البرنامج السارية. برنامج جدا جميل، بيحملنا إلى ذكريات جميلة سابقة، فترة الخمسينات والأربعينات يمكن والستينات، هذا الزمن الجميل. مثل ما نقول احنا بالمصطلح العادي في هالجيل الجديد، جيل الطيبين. أكيد هي تعرفين جيل الطيبين. هذا الجيل شلون تربى وشلون عاش وشنو الشخصيات اللي أثرت في ذيك الوقت، في ذيك الفترة وذاك الوطن، تاريخ البحرين، المفردات البحرينية الجميلة، ألغازنا وفنوننا الجميلة، معلومات عن البحر وعن القنص، يعني كل ما يتعلق بمملكة البحرين. حلو أن تخصص هذا البرنامج أن كل شيء يحمل ذكريات البحرين أو تاريخ البحرين. وتم اختيار اسم السارية وكمفردة جميلة أيضا تعبر عننا إحنا، تعبر عن بحريننا، تعبر عن حتى في فترة الغوص. هاي الشكل الجميل لهذه السارية اللي تكون شامخة طول العمر، وإن شاء الله راية البحرين وساريتها تتم شامخة طول العمر. طبعا البرنامج بينعرض إن شاء الله من بداية رمضان وبيستمر لثالث يوم العيد بإذن الله في القرية التراثية الجميلة اللي تم بنائها بتكلفة جدا كبيرة. من قبل وزارة الإعلام أكيد بيشوفونها الناس يمكن في أول حلة جديدة لها. جدا مستمتع في هذا العمل صراحة، أو هذا البرنامج هي، لأن معانا بعد اسم جدا كبير الفنانة سلوى بخيت أم هلال. طبعا تحية لها، وزن جدا كبير لها، مفرداتها الجميلة البحرينية الشعبية، وأيضا وجودها على الشاشة جدا محبب، وأيضا زميلتي الجميلة والعزيزة والغالية نيلة جناحي. فيا رب إن شاء الله تكون كذي توليفة حلوة، نطلع للمشاهدين ببرنامج جميل يوثق الموروث الشعبي، في نفس الوقت نطلع على فترة جميلة ونسترجع ذكرياتنا مع تاريخ جميل في تاريخ ديرتنا الحبيبة البحرين. نعم. يعني حسن أنت ذكرت وايد أشياء، يعني من خلال كلامك هي فعلا يعني إحنا البحرينيين مرتبطين بكل اللي ذكرته، فما أعتقد أنه يعني المسابقة راح تكون بعيد عن يعني أجواءنا، بعيد عن هواجسنا، بعيد عن كل الأمور اللي إحنا أصلاً تعلقنا فيها. وسواء أنت أو زميلة نيلة، كذلك نيلة جناحي وجه لها أكيد تحية، الفنانة القديرة سلوى بخيت أكيد هي إضافة أيضاً جميلة يعني هذا البرنامج. علشان حسن يعني خلنا نحمس المتابعين، نوعية نبي نعرف إحنا الجوائز نوعيتها وشلون راح تكون المشاركة. شوفي طبعا طريقة الاشتراك جدا سهلة، ينزلت أمس، بيكون في أكيد رابط إلكتروني بدخلون عليه، دخلون معلوماتهم، الاسم الثلاثي، رقم الشخصي ورقم التليفون، وبإذن الله على طول بيدخلون على السحب. هذه بيكون الحين حصريا، اللي بقوله قبل الله احنا بنقوله بكرة إذا الله حيانا إن شاء الله. إن شاء الله عبارة المسابقة عن ثلاث أسئلة، كل سؤال بتحمل جائزة معينة 100 دينار، 300 دينار، 500 دينار. بالإضافة إلى في مفاجآت عديدة أنا ما بأحركها خلال البرنامج، بالإضافة إن شاء الله بتكون عندنا عبارة سحب وهدايا على سيارات إن شاء الله بتكون قيمة بترافقنا خلال البرنامج بإذن الله. المسابقة نفس ما قلت لك بتكون خفيفة، أنا بس نصيحتي حق أي شخص يكون موجود ويتابع يتابع البرنامج، ضروري يكون يدكم أمكم أحد شذي شوي يكون ما شاء الله عنده معلومات قيمة عن البحرين عشان تقدرون تكتبون الإجابات بسرعة. بس ما شاء الله أيضا في كثير هيا من شبابنا البحرينيين
متعلقين في تراث البحريني وفاهمين وقارين على الكثير. فهذه بتكون مسابقه جدا خفيفه، بتكون عندنا حتى فقرات عديده، بيكون عندنا مشاهد من العريش، بنشوف طباخ حي بالستايل القديم بالطريقه القديمه. انا ترى كل يوم حصر، كل شيء حصر قاعد اقول لك هي اليوم ممتاز، ترى احنا كل شيء حصر عندنا. مشكور يا حسن. انتم تستاهلون. الله يخليك. برنامجكم يستنى الواحد يقول لكم، وفي مفاجآت عديده اتمنى ان شاء الله بعد انا ما ابي احرق اساس الناس. الله يوفقكم، تتحمس من اول يوم ان شاء الله. بس قبل ما نختم، ايضا حسن يعني لك مشاركه في مسلسل حكايات ابن الحداد، لو تعطينا فكره عن هذه المشاركه. أنا شوفي اللي أقول الحمد لله رب العالمين، هذه سنة رغم الأزمة يمكن اللي قاعد نمر فيها الله يطلعنا منها بأقل الخسائر والسلامة، هي سنة جميلة علي صراحة، يعني سنة فيها تفاؤل بالنسبة لي. السنة عندي يمكن أكثر من عمل، عندي الحمد لله برنامج السارية، وسعيد باختياري أنا لهذا البرنامج مع زملائي فناناتنا سلوى بخيت. عندي نفس ما قلتي مشاركة في مسلسل حكايات ابن الحداد، عمل جدا جميل بحريني باحث من إنتاج أستاذ أحمد الكوهجي، إخراج يوسف الكوهجي، معنا مجموعة كبيرة من الفنانين، وهو أنا فرحان وحزين في نفس الوقت لأن هذا بيكون آخر عمل للفنان الراحل الله يرحمه بإذن الله فنان علي الغرير، وأيضا في مشاركة للفنان إبراهيم بحر. عمل جميل كوميدي فانتازي درامي في نفس الوقت، في العديد من الأحداث وفي حقبة بنرجعها جميلة من الزمن، يمكن كنا نشوفها تتذكرين يمكن حسن نور السنة، كنا نشوف شوي بحر الحكايات، هاي النوعية من المسلسلات جميل. اللي افتقدناها فبنشوفها إن شاء الله. بالإضافة عندي مشاركة في مسلسل اسمه قنديل الحكايات، وبستايل الأنيميشن بينعرض إن شاء الله على عدة قنوات، وبيكون ستايل رسوم متحركة بس هاي كواليتي مع المخرجة والمنتجة إيناس يعقوب، وبالإضافة لبرنامج السارية، فالحمد لله عندي أكثر من عمل هذه السنة، وأتمنى كل الأعمال تحوز على رضا الجمهور بإذن الله. إن شاء الله ما دام فيها بصمة بحرينية، تأكد إنه يعني كل شيء في يعني عمل بحريني وفي بصمة بحرينية لابد إنه يدخل قلوبنا. أنا أتمنى لك كل التوفيق، وأتمنى التوفيق كذلك للزميلة نيلة والفنانة القديرة سلوى بخيت، وإن شاء الله يلا الهمة قدامكم 30 يوم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله، وأكيد كونوا معنا باستمرار، شاركوا في البرنامج. وقبل ما أختم معاك هي بس شكري أكيد حق الأستاذ القدير أستاذنا القدير الأسامي شوي أنا سهل للأسف، أستاذ عيسى المطوع، أستاذ محمد جمال على المعلومات القيمة اللي أعطانا إياها صراحة. وإحنا اللي استفدنا أكثر، وإن شاء الله المشاهدين يستمتعون إن شاء الله. كل شكر لك. كل شكر لك أخوي حسن محمد، ونتمنى لكم إن شاء الله جميعا كل التوفيق. مشاهدينا ننتقل الحين إلى الفقرة الثانية. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، تتألق شاشتنا العزيزة شاشة تلفزيون البحرين بباقة متنوعة من البرامج والمسلسلات اللي تستهدف كل الفئات العمرية. شنو بيقدم تلفزيون البحرين هذه السنة في الشهر الفضيل؟ خلونا نتابع هذا الفيديو. اليوم يومك يا كشحاني، قربان طال عمرك قلب الديره حاضر فوق كشحانو، بغى يحرق قهوتي، انا بهذه البركه من ليل البضاعه ما احرقت بضاعتي، وفوق دي كله كشحتي وصلت للواقي، انا اعقل واحد في الفريق اذا سمعت عني كشحان. المطبخ احترق، قم قبل لا تطيح علينا السقف. ترى مو كل شيء نحبه ونبيه نقدر ان احنا نملكه. اختار بشنو تبغي تتكافئ، بالصوت ولا حكايات ابن الحداد؟ ياتيكم في الاوقات التاليه. يعني مشاهدينا أنا قاعدة أشوف الإعلان وأسمع الموسيقى قلبي حن، قلبي عورني، يعني فعلا هذه الأجواء يعني يا رب إن شاء الله يعني الله لا يقطعها عنا. وبعد غياب طويل يعني رجع لنا الفنان القدير محمد ياسين المعروف باسم بابا ياسين. هذا الإنسان قبل لا يكون فنان اللي قدر يدخل كل قلب بحريني بالأخص الأطفال، وهو يتمتع بشعبية واسعة من خلال أعمال فنية اللي تخلدت في ذاكرتنا، الأعمال اللي اليوم الجميع متعطش لنوعيتها بنشوفها في مسلسل حكايات ابن الحداد، وأيضا في برنامج الأطفال عيالنا. أهلا وسهلا فيك
استاذي نور طبعا استوديو الراي، وانا سعيده جدا بوجودك معنا. حياك الله معنا وحيا الله المشاهدين الكرام، وهذه فرصه سعيده ان احنا يعني نشارك اخواننا واخواتنا ونقول لهم عن بعض التفاصيل البسيطه السهله. نعم. اللي يحتويها البرنامج، خاصه برنامج الاطفال بالذات عيالي، لان عيالي صار فرصه فتره طويله. نعم. يعني ما شاركت معاهم، واجيالكم انتوا وجيلكم انتوا لحقتوا على برامجنا الزينه وغيرها. نعم. لذلك نقول احنا نجدد نحن الحين نعمل. نعم. برامج حق عيالنا. نعم. وايضا مشاهدينا سمحوا لي يعني اقدم لكم الفنانه الجميله بشخصيتها المرحه وموهبتها في تقمص الادوار والشخصيات الخفيفه طبعا على قلوبنا، اللي لما نتابعها يعني دائما نضحك يعني معاها. معانا في الاستوديو الفنانه منيره محمد اللي تشارك ايضا في مسلسل حكايات ابن الحداد. مساء الخير منيره. اهلين، مساء النور. اهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا فيك حبيبتي، حبيت اقول لكم مبارك عليكم الشهر وعساكم لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. امين. اللهم امين. انا سعيده يعني بوجود نخبه من الفنانين. انا يمكن يعني اسمح لي استاذي انا بناديك بابا ياسين من احلى ما يمكن، لان انا من يوم انا صغيره متعوده يعني عليك بابا ياسين. ولا يهمك بابا. فانا الحين يعني شفنا طبعا اللقطات، فعلا يعني انت قطعتنا فتره طويله وبعد غياب رجعت لنا، يعني ان شاء الله يعني بنعيش احنا الاجواء اللي كنا نتمنى ان احنا نعيشها. فخلنا نتكلم عن تجربتك في هذا المسلسل. شوفوا أنا أبقي وقت اللي يطلع البرنامج الأم والأبو يقعدون مع عيالهم، لأن احنا صورنا البرنامج في القرية التراثية. نعم. وهي طبعا إعاز من الوزير طلال عمره، هو اللي يعني شجعنا وعطانا الدافع أن احنا نقدم مثل هالبرنامج. نعم. كنت أبقي من زمان أني أغرس في نفوس عيالنا المحبة، الحب في نفوسهم، الثقة، الشجاعة والجرأة. نعم. الأخلاق، السنع، الأدب. ممتاز. لأن كثير ما يقدم من برامج لعيالنا حاليا يعني ما يوصل للمرتبة اللي كنا نقدم لكم احنا فيها. صحيح. الأشياء الطيبة الزينة. لكل بلد ولكل مجتمع له عاداته وتقاليده وثقافته، احنا ما نبي نطلع عن هذه العادات والتقاليد الطيبه اللي احنا اكتسبناها من ابهاتنا وامهاتنا. ففي هذا البرنامج بالذات برنامج عيالنا. نعم. باخذ الاطفال معاي الى زمن الاربعينات والخمسينات والستينات. شلون عاشوا الاباء والاجداد في ذيك الفتره الصعبه، لا كهرباء، لا تقنيه، لا تكنولوجيا. لا امور كثيره. نعم. ولكن بجدهم واجتهادهم قدروا أنه يحملون البحرين ويحملون الراية وهي مرفوعة. نعم. بلاش. فأبي أنقلهم إلى هذه الأجواء وخليهم يعيشون، وأبي الأبهاء الآباء والأمهات. نعم. يقعدون مع عيالهم يوصلونهم الفكرة اللي أنا أتكلم عنها، يعني في أشياء كثيرة مصطلحات ما يعرفوا إيش معناها. صحيح. أقول للدعوس، أقول للعاير، أقول لمرجني، أقول لك فخني، أقول لك يعني أنا دعوس لحقت عليه عاير هاي. هذا أقول لك هذه يلسي مع. نعم. مع إخوانك وعيالك وغيره. نعم. وتشوفوا الأشياء هذه. يعني هذه استاذي هو عن يعني برنامج عيالنا. إحنا راح نواصل طبعا حديث منيرة عن يعني مشاركتك تجربتك، ولكن بعد هذا الفاصل سمحوا لي مشاهدينا فاصل قصير وبنرجع نكمل معكم. أرحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورجعنا لكم مع ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ محمد ياسين والفنانة منيرة محمد. منيرة طبعا يمكن بابا ياسين تكلم عن تجربته في برنامج عيالنا، لك أنت أيضا تجربة في برنامج ابن الحداد، خلنا نتكلم عنها. هي أول مرة شخصيا أنا أسويها، اللي هي شخصية ميسة، شخصية جديدة علي لأنها مو كوميدية، خلينا نقول نوعا ما دراما. ان شاء الله يا ربي تحبونها وتنسون شويه شخصيه لوز. هذه تصريح جديد لنا صح حق الراي. الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. استاذي التجربه طبعا لبرنامج ابن الحداد، يعني خلينا نتكلم عن دورك شلون يكون فكره طبعا. اول شيء ابن الحداد احنا مصورين طبعا الجزء الاول من العام الماضي جاهز، واحنا نشتغل الحين كنا في الجزء الثاني، لان
اللي جانا هالبلاوي اللي جات هذه وقفات شوية. الله إن شاء الله يكشفها عنا بإذن الله. إن شاء الله يا رب. دوري أنا يعني الحداد، ولدي اللي هو شو اسمه حسن محمد، ودور كشحان اللي هو خليل كشحان. اسمه كشحان. كشحان. وحين شخصية كشحان شخصية ظريفة جدا. وأنا الأب اللي أساعد الكشحان شوي عفيت شوي وشويطين ووايد يبي يسوي أشياء وإذا كل نوع نفسه في كل شيء وكل يوم يسوي له مشاكل يعني شخصيته ظريفة جدا بحيث إنه بيعطي فعلا هذا المسلسل طابع كوميدي حلو. وبعكس ولدي الثاني اللي هو يعني خلاص يعني هادي ورزين وغيره، وانا اعدل هذه واعدل هذه واعدل تمام بين ذي وما بين ذي. وانا الحداد الانسان اللي يعني التقي اللي يقدر شلون يربي عياله تربيه حسنه وغيره ويساعد الفقارة وما، فهذه تجربه حلوه ممتاز. والعمل جدا حلو وانا انصح الكل يعني يشوفه لانه اكيد بيطلع من النطاق الاولي اللي احنا كنا ماشيين عليه. الله. انا يعني تشوقت الصراحه، اكيد الساده المشاهدين ايضا. لوزه تعودوا عليك الناس تعودوا عليك الناس ان دائما تكونين في شخصيه كوميديه او في قالب كوميدي. هل راح نشوف شيء يعني شخصيه كوميديه اخرى لك مستقبل مثلا؟ ان شاء الله ليش لا؟ أنا وايد أحب الشخصية الكوميدية ووايد أعشق شخصية لوزة بشكل مو طبيعي، بس هالمرة أحمد الكوهجي طلعني من هذه الشخصية وعطاني شخصية ميسة البنت الهادئة الراكدة. بتشوفونها إن شاء الله باكر وإن شاء الله تعجبكم يا ربي. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أستاذي شنو طقوسك في رمضان؟ شو تسوي عادة؟ والله شوف أي السنة رمضان غير رمضان الطاف اللي قبله واللي قبله. نعم. لكن احنا نحاول ان احنا نسوي الاشياء الزينه. نعم. اول شيء انا اقول حق الناس كلهم خلوا رمضان يمر علينا واحنا مرتبطين ارتباط كبير برب العالمين. نعم. كل واحد منا يجلس يحاسب نفسه على اللي سواه وعلى تقصيره من ناحيه رب العالمين، على تقصيره في تربيه عياله، على تقصيره في جلسته مع زوجته، على تقصيره في اشياء امور كثيره. هذه الجلسه في البيت خلتنا نتعلم اشياء كثير وبنتعلم وخاصه في رمضان. صحيح. في رمضان ريال يطلعوا يروحوا الميالس والاولاد برا في السكه والامهات تعالوا خلي احنا نرد حق ربنا. صحيح. هذه البلوه من رب العالمين واللي بيشيلها رب العالمين باذن الله ان شاء الله باذن الله. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ردوا رجعوا تعدلوا تسنعوا لتمون على ما انتوا عليه، فيبينا نتغير. فحلو ان الولد يجلس مع عياله يكلمهم يقص عليهم القصص الزينه يعلمهم امور دينهم لانهم بالتليفونات بهالقعده هذه نسوا كل شيء وضاعوا في كل شيء. فالحين على الاقل يقعد لهم الام كذلك. اذن قاموا عياله قوموا يا عيالي قوموا صلي خلهم يتعلمون منك انت الامام وهم يصلون وراك. علمهم كيفيه الصلاه الصحيحه، علمهم شلون يقرون القران. نعم. خلهم يختمون القران، اشرح لهم اللي تعرفه والاشياء اللي ما تعرفه دش على الجوجل وشوف وعلمهم. هذه فرصه ان احنا نجلس مع عيالنا. ما لازم قرقعون ما لازم نروح تزور منه ومني. هذه امورنا الله كاتب علينا كذي. صحيح. خلنا نفتح ونرجع حق نفسنا ونرجع ان شاء الله باذن الله يا رب. بعد شهر رمضان واحنا ان شاء الله في احسن حال يا رب. وبنشوف ان احنا تغيرنا، بتشوف انك تغيرت، زوجتك تغيرت، اولادك تغيروا، قول الحمد لله. فاذا انت خطيت خطوه قدام وهذا شيء زين، رب ضاره نافعه. نافعه صحيح. ونستفيد يعني نستقل يعني هالشهر الفضيل. منيره عاده انت شلون تقضين يعني شهر رمضان؟ وفي ظل هذه الظروف انت شنو يعني حاطه في بالك شلون بتقضينه؟ احنا قضيناها من يوم ما ابتدت سالفه الكورونا. نعم. الله يبعدها ان شاء الله عنا. نعم. قعده البيت مع العيال صدق يعني يقول لك رب ضره نافعه. صحيح. لمتنا بس انا قلت ضره نافعه قلت ضره نافعه بعد بقلدك شويه يلا ما عليك الا بنتي كلها واحده لا تزعلين بابا ياسين لو سمحت يعني نسيت سمحت فلمتنا وايد لمتنا قبل كنا ما نلم هالكثر اصلا حلوه اللمه في رمضان منيره وما نقعد ترى مع العيال يعني صارت صج حياتنا كلها تليفونات ما حد يشوف عياله كل واحد قاعد في الحجره اما الحين يتمللون من الغرفه
بيقعدون مع الام مع الابو بيلمون شوي تدين ابوي مع المقطع اخير كلامي سلام بشكل سريع لان عندنا الله يحفظك الفاصل تفضل قبل الفاصل اقول ترى اقول حق اللي في سنكم انتو ترى في البحرين بتحط برنامجنا الاولي إيه؟ اللي هو شو اسمه خلطه بلطه مبيض خلطه بلطه مفتاح الكاس بيحطونه كل يوم كل يوم فعيالي الحلوين احنا الجيل السابق يعني شوفوا علموا عيالكم احنا كنا الحلوين لا حلوين حلوين احنا كبرنا احنا الممنوحين قصدي بنرجع نتكلم عن ذي الموضوع انا استاذنكم ضيوفي مشاهدينا بنطلع فاصل وبنرجع نكمل معكم شادين نواصل معاكم الحديث ومع ضيوفي في الاستوديو ارجع لك استاذ محمد انت دائما يعني من يوم ما كنا صغار انت دائما كنت تتردد كلمه عيالنا عيالي الحلوين عيالي الشاطرين وهذا البرنامج ايضا اسم عيالنا يعني كلمه عيالنا وايد قريبه يعني لما انت تقول عيالنا الكل يتعلق فيك حقيقه يعني من يوم ما احنا صغار نعرف ان انت دائما تنادينا عيالنا كلمة عيالنا يعني كاسم للبرنامج شلون جت يعني فكرتها؟ هذه والله اقتراح الوزير سموا البرنامج عيالنا الله. كلمة حلوة في الحقيقة الكل يحب عياله صحيح والعيال دائما يلتمون مع أمهم مع أبوهم مع جدهم مع جدتهم يسمعون كلامهم ما في أحسن من الوالدين وهذه بالمناسبة نقول حق عيالنا الحين يعني الله الله في أبهاتكم الله الله في أمهاتكم حبوهم قعدوا معاهم سمعوا منهم ترى أي شيء يقولونه لكم يحبونكم من محبة أنا ما أقتض عليك ولدي ولا أقول لك شيء بعنف شوية إلا أبيك تصير زين ترى الأب أو الأم أكثر واحد يبونه يصير أحسن منهم هو الولد أو البنت أكيد. أنا ما أرضى حد يصير أحسن مني لك ولدي أبي يصير أحسن مني أكيد. وهلا لما كل واحد يقرس هالعادات الطيبة هذه والكلام الطيب في 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 نفوس أولاده وبناته أكيد بيطلع مجتمع طيب وإحنا ما نيهم بالقوة ولا تيب على يقولون بالعتر الرمي على يسمونه إلا سوي هاللون إلا الصل أنت قنعه يجلس معاه لين كبر ولدك يقولون خاويه خاوي. يعني قاعد معاه مثل الصديق وكلم بالود عدل. قم صل كح قم لا كح شلا شلا ما بيصير هاللون قاعد معاه وانت تصير قدوة له يعني انت ما صليت تقول له قم صل انت تكذب تروح طق الباب يبا قول لهم ما حد شو قول لهم ما حد يعني يا تبيني اكذب ابوي يعني يعلم كذا يا ولد تحملش تشرب سجارة على قولت دختتين اول شرب سجارة والابو يسوي له تحمل شرب سجارة ايه والابو يدخل فانت يا الاب وانت يا الام كونوا قدوة لعيالكم من يقتدون؟ اي والله ابوي يصلي امي يصلي ابوي يعمل الزين امي تعمل بهالطريقه هذه احنا نقرص في عيالنا المحبه ونقرصهم العادات الطيبه فيعني الله يقدرنا ان شاء الله في هالشهر المبارك بالذات وهاليلسه هذه اللي قلنا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم نعم. هو اليلسه هذه نعلمهم قد ما نقدر ان شاء الله يعني الحلو الحلو استاذ محمد انه يعني ذي البرنامج في القيم اللي احنا تربينا عليها حلو ان احنا نتذكر يعني قيمنا قيم ابهاتنا واجدادنا قيم اهل البحرين اللي هي اصلا تاصلت فينا احنا قبل ما نختم منيره ايش الرساله اللي تحبين توصلينها لجمهورك للمشاهدين اقول لهم قعدوا في البيت وسمعوا حكوماتنا شنو تقول لكم لان اللي تقوله لنا في صالحنا ترى ما نبي العادات تتزايد ولا نبي تدش علينا سنه جديده واحنا هذا احنا كنا ما سوينا شيء نعم قعدوا ونلموا على بعض واستانسوا مع بعض واقول لهم كل سنه وانتم طيبين
وعساكم إن شاء الله تعودونا وتصومونا، وعساكم لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. آمين. أنا وايد سعدت بوجودكم معنا بابا ياسين، شكراً على وجودك معنا، رجعتنا لي الأيام الحلوة، والأيام الحلوة بعد إن شاء الله بإذن الله جاية إن شاء الله. قول ليش ترى برنامجنا مثل الأول على بالهم الحين بابا ياسين مثل الأول خلطة بلطة عمتك عمتك لا 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 هذه وقتنا أنا شفت سهلها أنا أتذكر إيه هم خلطة بلطة الحين بصورة جديدة يعني معناها الجيل الحين مال 2020 إيه؟ أيهم مثل ما السبعينات خلطة بلطة آه يعني حلو حلو بابا ياسين بابا ياسين مدير 2020 الله يوفقكم إن شاء الله أميرة شكرا على وجودك والله يوفقكم وإن شاء الله يا رب يعني يكون شهر خير علينا وعلى الجميع يا رب شكرا جزيلا لكم شاهدينا بننتقل لفقرة أخرى فقرة الطبخ اللي الكل يحاول في شهر رمضان يتعلم طبخات جديدة ويطبقها يعني عندنا برنامج في شهر رمضان اسمه المطبخ خلونا نشوف هذه اللقطات في ذيك الأيام كنت أقعد على صوت اليهال وهم يلعبون في الفريج دائماً ألقى يدتي في الحوش أحب صوت مضروة الهريس وهي تلعب في الجدر الألوان في دكان الحاج عجيبة آه على ريحة السمك في بيت الجيران أرغبة ويتجهز في الطباخ الكباب مقرمش من برا وزبدة من الداخل تنشب صحن الهريس وتحط عليه الدهن الخالدي اللبن يكون بارد وصلت سهم الجيران اشتاقنا حق جامعة الأهل لكن هشدة وتعدي راح نسولف لكم عن قصة اليدات والأمهات ونقدم أحلى الأكلات المطبخ يأتيكم في الأوقات التالية ما نستغني مشاهدينا عن المطبخ في رمضان أكيد بيقدم تلفزيون البحرين برنامج خاص بالمطبخ يقدم الأطباق الخليجية والآسيوية والعربية وأهم شيء البحرينية معنا اليوم شوقي عبد الله عبد الكريم اللي بيقدم لنا طبخاته في رمضان مسي عليك أخوي شوقي مساءكم بالخير ومسي على مشاهدينا ونقول لهم بارك عليكم شهر رمضان أعود عليكم صحة والسلام إن شاء الله أهلا وسهلا فيك يعني هذه هو أول تعاون معك مع طبعا هو أول تعاون موجود نعم كلمنا عن فكرة البرنامج وعن هذا التعاون طبعا فكرة البرنامج جاءت من الوزارة تم ترشيحها على شو اسمه تقديم دي البرنامج اي نعم وكانت فكرته جدا حلوة وغريبة شوي طبعا عودتنا رجعتنا كثير ورا صحيح والمطبخ دائما يعني الشعور فيه شعور غريب وأنا بالذات يعني أحبه وايد نعم بالذات في رمضان الروائح تكون أطيب وأحلى بالطبع طبعا كنا قبل نجلس عند المطبخ وحنا هذا صغار شوف أمهاتنا قاعدة تطبخ هذه فتعلمنا منهم أشياء كثيرة عدل شمينا الروائح الطيبة اي والأطباق الشعبية طبعا اللي يعني الشعبية. هذه ما تخلى في كل وجبة يعني دائما أطباقنا ما نخلى عنها دائما في أطباقنا البحرينية والموجودة على السفرة في رمضان تكثر الهريس والمرقوق والثريد أطباق حلوة جدا شهية أخوي شوقي يعني راح أنتم تقدمون يعني وصفة بتقدم لنا وصفة وبتقول لنا طبعا اسم كل وصفة ليش شنو سببها دائما بكون في يعني قبل التقديم راح نوصف الوصفة ذي حلو. ونقول اسمنا طبعا احنا جبنا الاسم ذي من الموروث الشعبي الموجود عندنا وبعض استعنا طبعا بخبراء فاهمين ذي الشغلة ممتاز. احيانا تغيب عنا ولكن هم ما شاء الله طاقم اللي كان معانا الإداري والفني كان يزودنا بهاي الأشياء حلو وشنو أغلب الأطباق اللي يعني راح نشوفها إن شاء الله في شهر رمضان أنا بحرق عليكم البرنامج طبعا في أطباق كلش مثل ما نقول اللي نشوفها يمكن بعض البيوت نسيتها
ولكن إن شاء الله راح نذكرها فيهم إن شاء الله، اللي هي الهريس بأنواع أشكال الطبخات الموجودة بالبحرين. حلو. طبعا احنا ما اختصرنا الموضوع على أنه يكون بس أطباق بحرينية، إنما تكون هناك أطباق خليجية، ممتاز، أطباق عربية، حلو، وأطباق إن شاء الله تكون آسيوية. احنا بدينا أن نقول شنو اللي يستطعمون الناس في الأكل، أو الناس اللي تحب الأكل ذي. ما اختصرناها على فئة معينة، صحيح، نحطينها بشكل عام كلها. لأن الحين يعني يمكن اختلفت وايد الوصفات، وصارت يعني خلينا نقول البدائل موجودة وايد، صحيح، يعني صحيح. فأعتقد يعني أحسنتوا الاختيار يعني في كل هذه الأنواع. بس إذا تسمح لي احنا بنطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل معكم. مشاهدينا فاصل وبنكمل معكم. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، وارجع لك أخو شوقي. طبعا الوصفات اللي يعني راح نشوفها في شهر رمضان يعني بالحلقة طبعا اللي راح تقدم، هل أنت راح تقدم الوصفات وتقدم معها نصايح يمكن، أو في طرق معينة يعني إعداد هذه الوصفات؟ طبعا في الوصفات راح نقدمها في الحلقة وأثناء إعدادنا للطبخة نفسها، وراح نركز على أشياء أو أخطاء تصير في وقت الطبخات، أو شنو الحلول البديلة حق الموضوع ذي كله. ممتاز. التصوير بيكون في القرية التراثية. القرية التراثية، وهي هذه القرية أنا أحب أشكر الوزير على هالقرية ذي صراحة، اللي حسينا بها كان إحنا عايشين زمن رجعتنا زمن 50 سنة. الله، يا سبحان الله. يعني أثرت أجواء القرية، أثرت حتى في العمل نفسه. حلو. بدينا طاقاتنا تكثر تصير أكثر من كذي، فقمنا عندنا الإبداع يزيد، وهاي تأثير إيجابي وايد ممتاز. صحيح. شكر يعني شكر موصول لسعادة الوزير على هاي اللمحة الفنية اللي ما تنوصف يعني. نعم. وراح تكون بصمة إن شاء الله في بحرين إن شاء الله. الوصفات اللي يعني قدمتها، هل حاولت أن يعني تجدد منها تستحدثها أو التقليدية؟ أنا بديت أسويها التقليدية، وإنه شلون تقدر تطور من هاي الطابخة. طبعا انا اقول حق المشاهدين، كل بيت بحريني موجود انسان يطبخ، انسانه تطبخ، كلكم فنانين، بس المحاوله مطلوبه. فاتمنى اشوف يعني ابداعات ان شاء الله في رمضان. احنا اصلا الحين يعني في ظل هذه الاوضاع نشوف يعني وايد ناس في يعني السوشيال ميديا في الحسابات الكل قام يطبخ. صحيح. حتى لو فشل مره مرتين ما عليه، بس بعدين يتعلم. انا اقول لهم يعطيكم العافيه، والمحاوله يعني حاولوا مره ومرتين. انا اقول حق ابو العيال الله يهداه، يعني حتى لو يبعث لك اكل شوي مالح ولا شيء، جاملها عشان تبدع وتبدع. صح. وتبدع ان شاء الله. صح. شنو القاعده الذهبيه في الطبخ اخوي شوقي؟ الذوق. 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 متى ما كان الذوق راقي وطعم واصل، طبعا احنا دائما نقول في وصف في الطبخات النظره ثم الذوق. اللي تكسب الطبخه بجمالياتها كلها. عدل. يعني احنا ساعات لما ناكل شيء نقول مثلا ام فلان ولا ابو فلان يعني نفسه حلو في الاكل. نفسه حلو، سبحان الله يا اخي. ولو الواحد كل من صحن يعرف من اللي طابخه. سبحان الله. يعني لو لين هاللون في الفرجان لما يجيب الطبخ ما يحتاج يقول له والله تعبت فلانه، لا. من طعم الاكل. صحيح. يقول والله ايه والله. والعيش يصير خنين بعد. ما شاء الله يا رب لي. انا اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. راح نتابعك ان شاء الله طوال شهر رمضان بالوصفات ان شاء الله الجميله اللي راح تقدمها. شكرا لكم على الاستضافه هذه. هذه واجبنا. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. شكرا. مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام يعني حلقه اليوم. هذه طبعا الحلقه الاخيره. كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر الفضيل، والله يعود علينا وعليكم ان شاء الله واحنا في افضل
حال. نتمنى إن شاء الله أن يعني كل الرسائل اللي قدمناها، كل التوصيات اللي قدمناها لكم تؤخذ يعني بعين الاعتبار إن شاء الله، حتى نلتقي نشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.